الراديو 90 90 هواها مصري. بقى نتكلم كمان في اغنيه مهمه جدا ليها علاقه بالحلم وان انت تقدر توصل لاي حاجه انت بتحلم بيها. مبدئيا انت شايف ان انت حققت قد ايه من حلمك بشكل شخصي؟ يعني لسه ما كملتش 10%. حلو قوي. وانت اي الاغنيه فيها يعني احساس انك تقدر توصل للحلم ده؟ اغنيه كبير الحلم بالظبط او هوصل لك. هي كان ليها مناسبة عندي، كانت أغنية لفيلم قصير في مهرجان المسرح العربي الـ 32، كانت في دورته الـ 32 السنة اللي قبل الفاتت، وعملناها للفيلم ده. وكان الفيلم كان فيه الفنان حسن رداد ونشأة مصطفى ومها أحمد وأستاذ أشرف زكي، كان فيه مجموعة كبيرة من الناس اللي طالعين من المعهد كلهم يعني الأغنية أصلا هي الفيلم كان 10 دقايق والأغنية متكررة مرتين، مفيش كلام يعني، هو كله صامت بس الأغنية هي اللي بتشرح الفيلم. فكانت الكلام كان كلام الشاعر حبيب أحمد حسن راؤول وكانت ألحاني. الأغنية دي فعلا أنا حسيت الكلام لدرجة أنا حبيت ألحاني. فكنت بتكلم الحلم نفسه صح كده؟ أنا بتكلم عن الحلم اللي جوايا. بتكلم الأغنية فيها كبير الحلم جوايا وهتحداه. وبالمناسبة كمان بالنسبة الأغنية دي، احنا في عندنا الأولمبياد اللي هتلعب في أبوظبي لذوي القدرات الخاصة، هم لسه عاملين فيديو على السوشيال ميديا ان هم بيقولك دعمنا واعمل شير ودعمنا ان احنا عايزين نوصل لكل الناس انها تشجعنا. انا شايف ان دول لا يقول له اي اهمية خالص عن ما دايما بيشرفونا، يعني مفيش أنا بطولة بيدخلوها غير لما يحققوا الموضوع ده، مبسوطين جدا بيها فخورين بيها. كنت لسه بفكر من فتره يعني عايز انزل بالاغنيه دي لحاجه ليها علاقه بالرياضه بس مش بالكوره. طب تعال نهديها لهم دلوقتي، يعني فرصه كمان ان احنا تعال نغني منها جزء على الهواء ونشغلها كمان كامله دلوقتي. تمام.